الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والطريق طريقة نور البيان، هذه الطريقة الربانية أسهل وأسرع طريقة في تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل. بفضل الله ورحمته أطفالنا يقرؤون في المصحف، بفضل الله ورحمته أطفالنا يختمون كتاب الله عز وجل من 5 إلى 10 ختمات تلاوة قبل دخول المدرسة، بفضل الله ورحمته أطفالنا يستشهدون على الحكم التجويدي بأبيات تحفة الأطفال في التجويد. وروحي والريحان يا حامل القرآن قد خص. الحرف انتبهي يا منى وانت يا الاء. باء
بعث غرفا عرضا ظهرا غلبا بسطا ظلما عبدا. هيا يا أبنائي إلى الإجابة، هيا. أنت مية مية. ما شاء الله، أنت مية مية. ما شاء الله. التدريب الثاني. أشد بالسهم إلى الكلمة التي باء حرف الغين. السؤال الأول. شاطر بحث شغل. أنت مية مية. السؤال الثاني. حدث بقع ولغ. أنت مية مية. السؤال الثالث. عرض أصدى غرس. أنت مية مية.